وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أجمل شيء في العالم هي الأم، كف الوالدة، هذا أجمل شيء. أصلا الدنيا بعد وفاة الأم تصبح بلا ألوان، كل الأمور مصائبها تعوض، حتى الابن إلا الأم لا تعوض أبدا. كل الناس بمجرد أن تشكو لهم ما ينتابك، مجرد أن تذهب ينسى القوم، إلا الأم تذهب في الثلث الآخر تتوضأ وتسجد وتدعو لك بالتوفيق، وفي الصباح تسأل عنك ماذا جرى معك. لا أحد في العالم يكترث بك كأمك، استحالة. لهذا إذا كانت أمك ما زالت حية فاغتنمها، فهي منجم من الحنان.